رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين لرئيسة مجلس النواب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لبطولة سباقات الفورمولا 1. وأشارت معاليها إلى أن هذا النجاح الكبير والذي يضاف إلى مسيرة الإنجازات الحضارية في ظل العهد الزاهر في مملكة البحرين يأتي بفضل التوجيهات الملكية السامية السديدة والرعاية الكريمة والتشجيع المستمر من لدن جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه في مختلف المجالات. وأشادت معاليها بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لتسخير كافة الإمكانيات والجهود لنجاح سباقات الفورمولا 1، وبالدعم والمتابعة والحضور المتميز لهذه الفعالية من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبما ساهم في تحقيق مملكة البحرين لهذا النجاح العالمي والرياضي الكبير. وأكدت معاليها أن ما تحقق من إنجاز يثبت للعالم أجمع قدرة مملكة البحرين على استضافة الفعاليات الدولية بكل كفاءة واقتدار وبسواعد أبنائها المخلصين.